نظم صباح اليوم الثلاثاء بمقر القيادة العامة للقوات المسلحة الملكية بالرباط حفل تخريج الذكرى 57 لتأسيس القوات المسلحة الملكية. وبعد تحية العلم تمت خلال هذا الحفل ترأسه الجنرال دكتور دارمي عبد العزيز بناني المفتش العام للقوات المسلحة الملكية قائد المنطقة الجنوبية تلاوة الأمر اليومي الذي وجهه صاحب الجلالة الملك محمد السادس القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية إلى مختلف مكونات القوات المسلحة الملكية البرية والجوية والبحرية والدرك الملكي. وبالمناسبة تم توشيح عدد من الضباط وضباط الصف والجنود بأسمة سامية أنعم بها عليهم صاحب الجلالة الملك محمد السادس. وتميز هذا الحفل كذلك بتنظيم استعراض عسكري شاركت فيه عدة وحدات من فوج المقر العام التابع للقيادة العامة للقوات المسلحة الملكية.